لو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام يا احلى ناس. حبايبي الكرام، رجعت لكم مقطع جديد. شباب، مقطع شباب منتظره صار لي تقريبا من وقت ما نزل احداث هجوم العمالقه يا اساطير اتاك دي تيتا. حبايبنا، نزل سكن جديد يا اساطير. تعرفوا منيح هذا السكن كنت منتظره كتير كتير من زمان حبايبي، زمان كتير. اوكي، السكن هو يا شباب، شوفوا معي. واو، مثل ما انتم شايفين شباب، الاحداث شو؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. الاهداف المدرعه، الاهداف المدرعه شباب، هو الحدث اللي نزل اليوم. لوز بس استنوا شوي، نطلع لفوق ونشوف شو هاي الميوزيك. هذه ميوزيكاتهم شباب بيض، بس هل الحدث الميوزيك الكورية؟ اوكي، وقف لون شباب الحلوين. الحدث مثل اللي انتم شايفين، ركزوا معي شباب. الحصول على هذا السكين شباب، لازم دائما شباب خلي عينكم على تفاصيل الحدث. طبعا شباب، فترة الحدث من 15 ل 21 مارس، والحزمة اسمها حزمة العمالقة المدرعة. عفوا، هذول في احد حزمة العمالقة، ايوه حزمة العمالقة المدرعة شباب، وفي بطاقات وفي كثير من الاشياء شباب بهذا الحدث. ركزوا معي شباب، اول لفه 9، اول لفه 19، اول لفه 49، اول لفه 99، اول لفه 97، اول لفه 98. اوكي، فهمتوا علي شباب؟ ليتس جو. حبايبي الكرام، قول بسم الله. اوكي، حان وقت الجد. اوكي، بس قبل ما نبلش شباب اي شيء، لا تنسونا تحطوا لنا زر اللايك والشير حبايبي، وتفعلوا زر الجرس شباب. ونزلت لكم امبارح مقطع رياكشن، كثير منكم طلب مني اني اعمل هذا الرياكشن شباب. لا تنسوا تروحوا تشوفوا شباب، راح احط لكم بالطف والوصف. اوكي، اذا ما شفتوا هذاك بتشوفوا هذا، بعدين بتشوفوا هذاك بتشوفوا فيديوين مع بعض. اوكي، اني واي. اوكي، يلا يا شباب، حان وقت اللف شباب. اوكي شباب، لازم نعمل خلطه البطاقات. شايفين ركزوا في هون، في كبسه تكبسوا عليها بتعملوا خلطه البطاقات، تخلطوها ما اعرف شو بيعمل هيك، عارف اني واي، تشكيلات وما تشكيلات وما اعرف شو هيك. anyway شباب، الان راح يكون الحظ. الان شباب راح يكون الحظ. اوكي، مو الحظ، الان راح يكون الوقت اللي لازم نضرب يعني بالدائره، يعني لازم نختار مربع من هالمربعات ونشوف شو راح يطلع لنا من ورا. اوكي، طبعا بلش كل شيء. نقول شباب كمان، وبسم الله الرحمن الرحيم، راح اضرب بالهيد شوت، لا بالوسط، بالوسط. هاتوا لنشوف. اوكي 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 اوكي، بعرف يعني هي اول ثلاث ساعات ما بطلع بيطلع. خلينا نشوف وين بدي اروح. علي يسار فوق، يلا بيض 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 بيض، يعني خلينا نضرب على يزمي تحت. يا زلمه يا زلمه شباب، نضرب تحت، نضرب اضرب على اليسار، ابلع. اوه، قسمت حاضن لوز بيض، شو بدي اعمل؟ anyway على يدي، نجرب هون شباب، هيك نضرب هيك. يا الله يا الله يا الله يا شباب، يلا ضبطوا الوضع، يعني خلينا ناخذ لما نحصل عليها يعني خلاص. يلا نشوف، باقي 1 2 3 4. ركزوا معي فوق. الله ما الله ما بصدق الا كلام الله واللي بحبه الله. يا عباس يا ذباب، لا تخجلني قدام الناس. فوق هي هي، نقولها نحن صغار شباب، بعرف اللي بيعرفوها يكتبوا تحت بالتعليقات. بيض طبعا شباب، بعرف هذا الشيء كله فاضي. اوكي، بتعرفوا دائما الحظ عندي بيض، دائما لازم احرق كل حدث عشان احصل على هذا السكين. يعني يلا وقف الفرعون اكي دراجون زفت. اوكي شباب، باقي 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 لفتين. اوكي، باقي لفتين شباب. بسم الله. طيب ايش ممكن شغل الاغنيه ممكن يمشي الحال؟ فوق رقصه، رقصه الايغاز. يمكن هاي الرقصه ما عندي اياها، ما اقدر اشوف السكين. اولي السكين شباب، يا سلام. بس قبل ما نروح وقف شوي، قبل ما نروح شباب بدي اتاكد من الرقصه كانت عندي ولا لا، لانه شباب في عندي كم
عندي هون بحسابي في كم رقصات هيك يعني. لا والله عندي اوكي شباب، خلينا على الحزمه. الحزمه ولا الخزنه؟ الباقه. قل لي وو يا اساطير، هذا حيكون ضخم كثير. بس معلش ما بيهمني، ما بيهمني الصراحه. انا عملت تزوير مع لابس سمواني واي. هاي نشوف. وو شباب، شو هذا؟ شو هالسكين شباب؟ هذا السكين شباب لازم تجربه بسرعه. هذا السكين شباب طبعا شباب، هذا الحجز السكين بيكون كامل، ما نظن نشيله، ما نظن نغير، ما نظن نعمل له شيء ابدا. فهمت علي؟ مثلا مثل هذا ولا هذا ولا هذا ولا هالسكين. شايفين هاي؟ اوكي خلينا ندخل شباب على ساحه التدريب ونجربه ونطبعه يا اساتير. يلا ليتس جو. جوين ذا باتل. والله سكين حلو. ذا ليجند. يا اخي شباب. Join. بس السكين هذا كثير كثير ضخم شباب، كثير ضخم. لازم هيك لما يعملوا هيك سكنات ضخمة وشي هيك يعني صنبلة شاب. حاسس حالي السكين ماخذ. شو هذا؟ مين هذا؟ ما طلعت العشبة هاي؟ اشتري سلاح نشوف وضعه باللعب. لا بناخذ MP40. خلينا ناخذ MP40. يلا ليتس جو. لا 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 وين MP40؟ ليكو لا يا الزلمة. ناخذ المعدات تبعيته. هيك بورتي شو بنحط له البوانيي. شوفوا باللعب شباب، هذا هو السكين. اوكي خلينا نعملكم زوم عليه. نقدر نعمل زوم، نعمل زوم، نعمل زوم، نعمل زوم. والله ضخم، والله ضخم شباب. صراحة ضخم كتير شباب، صراحة ضخم كتير، صراحة ضخم كتير. لا شو هذا؟ شو هذا؟ والله ماني صح، هو ضخم بس ماني شايفه مزعج باللعب صراحة. يعني ما بعرف شو عم بقصد. إذا واحد من السرعة صراحة ماني حاسس بالهل. وقف يا زلمة، الزلمة قاعد عنده سكار يا زلمة، والله عيب عليك. داخل بسكار بالبيت يخرب بيت سنتك. جي جي جي. العملاق يضرب البوكس، العملاق يختبر بوكس العملاق الأسطورة. يا إلهي عملاق مات. يطلع الشباب. يعني ما بعرف انا الصراحه ماني شايف انه خلينا نبدأ ادخل هيك، ادخل شحال ندخل في الجيم هيك سريع شباب. اوكي اوكي حلوين. هيك احنا دخلنا بساحه اللوبي طبعا شباب. دخلت جيم هيك سريع لنجربه وندخل هيك نشوف بالساحه الشباب هيك على السريع الشباب الحلوين. طبعا شباب يعني الصراحه انا شايف السكيل صح هو ضخم بس ما اعرف يعني. خلينا نعمل مقارنه بين اي شخص باللعبه. هاي بنت من هاي مش عارف انه واحد. هذا صديقنا اللي اسمه الجميل. هاي مرحبا. اوكي 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 لوز اللوز. صراحه شباب يعني شيء عم ندخل بالهي نجرب يعني شوف هاي اللعبه يعني بنركز يعني الصراحه انا مالي حاسس يعني مو زعجني لهالشيء. واو واو يعني مو زعجني يعني كثير. فهمتوا علي يا حبايبي؟
مو هالسكي صح هو ضخم بس ما اعرف مزعجني ابدا يعني ابدا مزعجني. هذا هو شاب خلاص يكفي. حبيت بس اجربه هيك بالرنك هيك مو بالرنك يعني بالجيم بشي جيم شي كتير حلو يعني مو هالشي المزعج. انا اسف يا قلبي اسفين شباب يومكم سعيد يا حلوين. اوكي اوكي شباب اوكي اوكي يا حبايبي حبايبي مثل ما انتم شايفين هذا هو السكين اوكي مثل ما قلت لكم يا اساطير الصراحه السكين لعبت فيه يعني وكل شيء ماشي جربته بتدريبات جربته بصراحه ماني شايف انه هذا الشيء المزعج بالنسبه لي ماشي. شوفوا اعطونا لكم شباب بالنسبه لكم اعطونا لكم بالتعليقات لهذا السكين شوت هذا السكين شباب يعني انا من محبين الانمي تاع هجوم العمالقه فهمتوا علي لهيك شباب يعني كنت متحمس كثير لاحصل عليه. اوكي حبايبي كرام هيك بكون انتهى مقطع اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم مقطع شباب لا تنسون تشاهدون المقاطع الموجوده على اليمين شباب راح تظهر لكم على الشاشه اوكي حبايبي وتشوفوا المقطع نزلت لكم اياه شباب امبارح بالليل الساعه 2 مين هالدب اليوتيوبر اللي بينزل مقاطع 2 بالليل شباب اوكي حبايبي كرام بعرفكم انتم قد ودود راح تروحوا تشوفوا المقطع شباب لانه انتم هذا مقطع انتم طلبتوا هذا الشيء اوكي حبايبي رياكشن واعطوا لكم التعليقات حبايبنا لا تنسوا تنزلوا اللايكات والشيرات وكل الاشياء حبايبنا الكرام باقي شوي نوصل ل 150 الف مشترك على اليوتيوب شباب بتمنى من كل اسره مش مشترك يشترك ونشوفكم مقاطع جديده حبايبي الكرام سلامات.